مجلس النواب الليبي يدعو القاهرة إلى اتخاذ ما تراه لحفظ الأمن القومي للبلدين. الذين يوفرون قوتهم بالعمل اليومي وتصدي للمحتكرين الذين يحاولون الإثراء بسبب شبهة تضارب المصالح. وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 582 ألف حالة، وعدد من دول العالم تعاود إجراءات الإغلاق. بانوراما إلى ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم. بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الإسبوعي بتقنية الفيديو كونفرنس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستعراض التقارير الوزارية الخاصة بمتابعة واستكمال العمل بالمشروعات التنموية والقومية المختلفة في العديد من المحافظات. ويناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودفع وتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات، إضافة لمتابعة المستجدات الخاصة ومواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكافة القطاعات على مستوى الدولة لتلافي أي إصابات. أعلن 11 حزبا سياسيا تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر لتكوين تحالف انتخابي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وهي أحزاب مستقبل وطن، الوفد، حماة الوطن، مصر الحديثة، الإصلاح والتنمية، التجمع، الشعب الجمهوري، المصر الديمقراطي الاجتماعي، الحركة المصرية، والحركة المصرية والمؤتمر. هذا وقد أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم تقدم 87 مرشحا بالأمس، رابع أيام تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس، ليرتفع الإجمالي إلى 469 مرشحا. وأكد لاشين أن غرفة عمليات الهيئة تابعت فتح جميع لجان المتابعة البالغ عددها 27 لجنة في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية. أعلن الطيران المدني الكويتي مغادرة 870 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والأسكندرية، وذلك عبر 6 رحلات جوية. كانت إدارة الطيران المدني الكويتية قد أعلنت بالأمس مغادرة 990 من العالقين المصريين في الكويت، وذلك عبر 6 رحلات جوية. وننتقل الآن مشاهدينا الكرام وعلى الهواء مباشرة لنقل المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فإلى هناك. وبعد رحلتي في الولايات المتحدة والدنمارك، أعتقد أنها ستكون رحلة رائعة. إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أخبار رائعة، فإن وزارة الخارجية ستفرض عقوبات معينة على موظفي شركات التكنولوجيا الصينية للانتهاكات في حقوق الإنسان على المستوى العالمي. ويوم الاثنين كانت المرة الأولى التي إنها إمبراطورية الصين البحرية. أوكي. ونحن نقدم دعما كبيرا للأمم المختلفة، وأعتقد أن هذا الأمر سيؤثر على العالم بأسره. إن ما نقدمه للشعب الصيني أمر كافي، ولكن هنالك أيضا انتهاكات. اليوم إن وزارة الخارجية تقدم دعما وإرشادا من أجل المضي قدما في هذا الأمر وغيرها من الاستثمارات والأنشطة الأخرى مثل خطوط الأنابيب التصديرية.
وهذا تحذير واضح للشركات بأن بالنسبة للمشروعات التي تنتهك هذه القوانين، فإما تخرجوا من هذا الآن أو تغامروا في التبعات المتعلقة به. وكما أننا سنمدد ذلك إلى الإمدادات الطاقة الروسية، وهذا الأمر يقوي بين الأمن. إن وزارة الخارجية على استعداد لمساعدة أصدقائها في مجال الطاقة مثل مصادر الطاقة، وسنجيب على جميع الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر. أود أن أعرب عن عميق حزننا بعد مقتل الأفراد العسكريين الأوكرانيين وذلك على يد الروسيين، فقد تم قتلهم وإصابتهم وأثناء كفاحهم في دفاعا عن الديمقراطية. إن الولايات المتحدة الأمريكية وكينيا يتفقان على معاهدات التجارة الثنائية في 8 أغسطس، وكما أنهم يقدمون نموذجا للقارة بأسرها. وفيما يتعلق بهذه المنطقة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة بشأن هذا الأمر في أرمينيا وبالنسبة لجميع الضحايا. كما سنصعد هذا الأمر فورا، ونحن مستعدون لوقف إطلاق النار والحوار. واليوم أنا أعلن هذه القيود والعقبات، ونحن مسؤولون عنها ضد هذه الأمور التي تقود الديمقراطية في غانا، وجميع الأفراد خاضعون لهذه القيود. كما عليهم أيضا إجراء انتخابات ديمقراطية، ومنذ أسابيع قليلة وأعتقد هنا لقد طالبت المنظمات الأمريكية التي فشلت في مناقشة هذه التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج والذي أنفقنا فيه ما يزيد عن 1 مليار دولار. واليوم سنجري أيضا مراجعة مستقلة لهذا الأمر، وسنراجع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الكبرى في المنطقة، وكذلك الأحكام القضائية الصادرة التي يزيد عددها عن 1300 الصادرة في هذا الأمر ولأسباب سياسية، وهذا الأمر من شأنه تقويض الديمقراطية. وفي الجزء الغربي ستجري الولايات المتحدة هذا الأسبوع يوم الجمعة عملية في قمة أمريكا 2021. إن الوزارة أنفقت ما يزيد عن 25 مليار دولار من أجل المبيعات العسكرية، من بينها المبيعات لليابان، ويعتبر هذا هو ثاني أكبر عملية بيع في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك سنستمر في هذه الشراكات القوية العالمية، ونحن نقدم اليوم 28 مليار دولار من أجل التغلب على جائحة الكورونا، وقد أنفقنا ما يزيد عن 1.5 مليار منذ بدء هذه الجائحة. ولكن لا يوجد أي كمية من الصادرات الأمريكية ستدعم مسؤوليتنا. وفي فيلادلفيا غدا ستقوم وزارة الخارجية الأمريكية كما أعلنت في جامعة الولاية في تدريب السياسة الخارجية فيما يتعلق بالمبادئ الأمريكية. سنقدم تعريفا بمبادئنا الأساسية التي تتعلق بمن نحن، وكذلك مركزنا كبشر والدفاع عن الشعب الأمريكي ضد التهديدات، ودعم القانون الأمريكي وإعماله. واليوم سنستمع إلى بعض التوصيات الصادرة في التقرير الذين يعملون عليه الآن، وأنا الآن سأتلقى الأسئلة. السؤال الأول، هل بإمكانك سماعي؟ نعم، نحن بإمكاننا سماعك. صباح الخير، أحييكم من منزلي. لقد مر وقت طويل على مقابلتي لك. سريعا، هل
بالنسبة للعقوبات، أنت تقول إذا فهمتك بشكل صحيح سيسري ذلك على جميع الدول وحتى التي شاركت في هذا الأمر من قبل والتي خضعت لعقوبات من قبل، هل هذا صحيح؟ ثانيا، لقد تحدثتم عن فكرة حظر الأسلحة ورفعتم الأمر إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع، لا يبدو ذلك الأمر وكأنه مستمر الآن، هل تقبلون معارضة هذا الأمر والقرار الذي أصدره من قبل الأوروبيين وغيرهم؟ شكرا لك. شكرا لك. بالنسبة للسؤال الأول، إن ما تقوم به وزارة الخارجية الأمريكية اليوم وترونه، سنتحدث عن تفاصيل تنفيذ هذا الحكم وسأكون واضحا جدا بهذا الشأن، وتوقعاتنا هي أن شارك القليل في هذا المشروع المستمر والذي سيخضع إلى المراجعة للعواقب المحتملة الناجمة عن هذا النشاط. وبالنسبة للوقت الحالي، لقد اقترحت أمر المعارضة. أعتقد أن هنالك اليونان من طلبت بمد هذا الحظر، فأعتقد أن الأوروبيين نفسهم قلقون بشأن انتهاء الحظر على الأسلحة، وذلك بسبب الرؤى المختلفة المتعلقة بما قد أوضحناه، ولكن جميع أعضاء مجلس الأمن يرون استمرار هذا الحظر، ونتمنى أن يقوم مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن ذلك لتنفيذ هذا الحظر. ولكن في حالة عدم تحقق هذا الأمر، أعتقد سنقوم بكل ما لدينا وما في سلطتنا من أجل النجاح في هذا الأمر. وبالنسبة للوقت المحدد للقيام بذلك، سنحتفظ به لأنفسنا وذلك حتى إصدار مجلس الأمن لقرار، ونحن لسنا ببعيدين عن هذا الأمر. لدي سؤالين يتعلقان بالصين. الأمس لقد أشار رئيس ترامب إلى أن هنالك وقت قد مر على مقابلته للرئيس الصيني، وقد أشار إلى أنه يوجد شراكة قوية بين البلدين على مستويات عليا، ويبدو أن هنالك الأمر كل ما في الأمر أنه أحيانا وكل يوم بعضكم ينتقدون النظام الصيني، وأعتقد أنك بإمكانك الآن يمكنك إخبارنا بما يحدث على مدار الأشهر الماضية القليلة، هل يوجد تغير كبير في سلوك الصين؟ هل ستراجعون هذه الخطوات الكبرى التي اتخذتموها؟ وإذا لم تمنع أريد أن أسأل عن هذا بشكل منفصل. في مقابلتنا التي مر عليها عام، سألتك إذا كنت تراه نظاما شريرا، وقلت نعم، ولكن باعتبارك عضو في إدارة رئيس ترامب وباعتبارك ممارس في مجال العلاقات الدولية، بالنسبة لرؤية المسيحيين المخلصين للنظام الصيني، ما هي؟ لقد بدأت بقولك عن لقاء الرئيس ترامب بالرئيس الصيني، وكان ذلك في شهر مارس، وكانت محادثة على مستوى عالي، وقد سافرت إلى هناك، ومنذ أسابيع قليلة تابعنا هذه المحادثات على جميع المستويات في وزارة الخارجية. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام وعلى الهواء مباشرة جزء من وقائع المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تحدث عن أزمات وملفات عدة أبرزها العلاقات الأمريكية الصينية، وكما جاء على لسانه مجموعة من الانتهاكات والتجاوزات تسببت فيها الصين في الفترة الأخيرة.
نستكمل معكم مشاهدينا الكرام هذه النشرة الإخبارية المفصلة، حيث أكد الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط أن رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان القاهرة يعطي زخما لحل الأزمة الليبية ويلقى مساندة عربية وإقليمية ودولية واسعة. وقال أبو الغيط في تصريحات صحفية إن الجامعة موقفها واضح وثابت على طول الخط منذ البداية في رفضها وإدانتها لكافة أشكال التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية. وأشار أبو الغيط إلى أن هناك التزام عربي مطلق بالحفاظ على سيادة واستقلال الدولة الليبية وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ولا يمكن أن تقبل بأن يمثل الوضع في ليبيا تهديدا لأمن واستقرار دول الجوار العربية المباشرة مصر الجزائر وتونس. رحب مجلس النواب الليبي بما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا، داعين القاهرة إلى اتخاذ ما تراه لحفظ أمن البلدين القومية. كان المتحدث باسم الجيش الليبي قد أكد أن تدخل تركيا في ليبيا يهدف لتثبيت التنظيمات الإرهابية، وأن الجيش الليبي يرصد تهديدات الهجوم على مدينتي سرت والجفرة. حالة من التوتر تسيطر على أجواء المنطقة جراء انتهاك النظام التركي لسيادة الدولة الليبية وتدخلات السفيرة في شؤونها وتصريحات أنقرة بتدخل عسكري من أجل الحفاظ على عائدات النفط التي سلبته ميليشيات ما تسمى بحكومة الوفاق المدعومة من نظام أردوغان. المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أكد أن التدخل التركي يهدف لتثبيت التنظيمات الإرهابية، وأن الجيش الليبي يرصد تهديدات الهجوم على مدينتي سرت والجفرة. رصدنا خلال الأيام الماضية تصعيد تركي باتجاه إطلاق معركة ضد القوات المسلحة في منطقة سرت والجفرة. هذه التهديدات جاءت على لسان وزير الخارجية التركي. نحن نرصد كل التحركات، نحن في معركة حقيقية، في حرب من دولة أجنبية غازية إلى أراضينا، وبالتالي نحن في حالة استعداد ودفاع مشروع عن بلادنا وعن شعبنا وعن مقدراتنا. على الليبيين الآن أن يقفوا صفا واحدا ضد المخططات الأجنبية في ليبيا وخاصة المخطط الأردوغاني. وشدد المسماري على أن تركيا تبسط سيطرتها على غرب ليبيا بالكامل وتعمل على دعم لميليشيات الوصول إلى الجنوب الغربي، وأن تركيا تقوم بقيادة المعركة والتحشيد للهجوم على سرت من أجل الوصول إلى منطقة الهلال النفطي والسيطرة على البلاد. مجلس النواب الليبي من جانبه أوضح في بيان له أن الاحتلال التركي يمثل تهديدا مباشرا لليبيا ودول الجوار وفي مقدمتها مصر، وهذا التهديد لن يتوقف إلا بتكاتف جهود دول الجوار العربي. ودعا البرلمان الليبي القوات المصرية إلى تدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن البلدين. كما رحب البرلمان بما جاء في كلمة الرئيس السيسي بشأن ليبيا، داعين القاهرة إلى اتخاذ ما تراه لحفظ أمن البلدين القومي. أما الموقف الأوروبي فجاء منددا بالموقف التركي، حيث طالب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوزيب بوريل أنقرة باحترام التزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين، في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته إلى القوات المسلحة بمناسبة العيد الوطني. دعا إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات ولحوار سياسي ووضع حد لتدفقات كميات هائلة من الأسلحة والمرتزقة إلى هذا البلد، مستنكرا التدخل التركي في الأزمة الليبية. بحثت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي بينهما الأوضاع الراهنة في ليبيا وحظر الأسلحة المفروض على إيران. وفي اتصال آخر بحث الرئيس الروسي وولي عهد الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد النهيان الوضع في ليبيا، وذكر بيان للكرملين أنه تم تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا وأهمية استئناف الحوار بين الليبيين وتوحيد الجهود الدولية في التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الليبية، وجرى الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات. أكد قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وجاء ذلك خلال جولة ماكنزي بالمنطقة التي شملت حتى الآن كل من الكويت والسعودية والبحرين وقطر والأردن ولبنان والعراق وشمال سوريا بهدف مناقشة التحديات الأمنية المشتركة. وشدد ماكنزي على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحوار بين الفرقاء الليبيين.
في تونس قرر حزب النهضة سحب الثقة من الحكومة وسط خلاف قوي مع رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ. ومن شأن قرار النهضة أن يفاقم الأزمة السياسية في البلاد التي تفجرت بسبب الخلاف مع الفخفاخ الذي يقول الحزب أنه فقد مصداقيته بسبب شبهة تضارب المصالح. ويحتاج حزب النهضة الذي له 54 نائبا ما لا يقل عن 109 أصوات في البرلمان لسحب الثقة، وهو ما يسعى للحصول عليه مع حليفه في البرلمان ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس. كان الفخفاخ قد قال أول أمس أنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام القادمة يتناسب مع مصلحة تونس العليا. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن العربي. أستاذ خالد، بعد التحية، في أي سياق تضع تبعات قرار حزب النهضة بسحب الثقة من الحكومة التونسية؟ يعني بعد التحية لحضرتك وعلى كل مشاهدينك الكرام، أعتقد أن التوصيف الوحيد والأبرز في هذا المنعطف الخطير الذي تمر به تونس هو أن حركة الإخوان الإرهابية في تونس والتي تمثلها حركة النهضة التي تمثل في الحكومة التونسية والبرلمان التونسي، أعتقد أنها في إطار نفسها الأخير، وربما تكون أيضا وصلت إلى مرحلة الإنعاش الذي لا يرجع فيه الحياة مرة أخرى نتيجة لعدة أسباب، يمكن أهمها وأبرزها التعنت الإخواني الموجود في أيديولوجية الإخوان والتمسك أيضا بالأيديولوجية الدولية والاعتراف الكلي والوحيد بأن لا إخوان على الساحة العربية إلا في تونس، وده شيء معروف وواضح جدا منذ أن بدأت ثورات الربيع العربي تدخل في إطار هذا الاتجاه. وأعتقد أيضا أن ما قامت به حركة النهضة في تونس وما وصلت به الأمور في تونس من تردي الأوضاع الاقتصادية وتردي العلاقات الدولية والإقليمية يعد مؤشر خطير على إنهاء هذا الحكم، وخصوصا في ظل الحراك السياسي والبرلماني الذي يتم داخل أورقة البرلمان التونسي من بعض الكتل السياسية الرافضة للوجود الإخواني، والتي أيضا وجدت أن تونس تنهار نتيجة لهذا الحكم ونتيجة هذه العلاقات التي تقوم بها حركة النهضة خارج سرب وإطار الدولة الوطنية التونسية. وأعتقد أيضا أن ما قام به رئيس البرلمان وهو يمثل أيضا رأس حركة النهضة في تونس وما قام به من زيارات سرية إلى تركيا ولقائه في رجب طيب أردوغان يمثل أيضا مؤشر واضح وصريح بأن هناك خطر على الدولة التونسية الوطنية. وأيضا ما قاله الرئيس التونسي قيس سعيد منذ لحظات، يمكن قبل ما أدخل مع حضرتك على المداخلة الهاتفية، بأنه ربما يطلب من حكومة الفخاخ الاستقالة حتى يعني يفوت الفرصة على حركة النهضة وعلى الإخوان من إحداث فراغ حكومي أو فراغ سياسي في الدولة التونسية. أعتقد بعد ساعات قليلة من الآن ستلتهب الأمور أكثر في تونس، وسيتم تقديم استقالة هذه الحكومة إلى الرئيس، وسيقبلها الرئيس، ثم تشكل حكومة جديدة وطنية على إطار دستوري واضح وصريح، نتيجة لأنه التكتلات السياسية الموجودة سواء في تكتل الديمقراطية أو تكتل الدستوري الحر أو حتى مجموعة الأحزاب الأخرى الموجودة في البرلمان التونسي تشير بشكل أو بآخر إلى الهدف من ذلك هو إحداث طفرة حقيقية داخل السياسة التونسية من خلال إنشاء حكومة وطنية بعيدة عن الإيديولوجيات الإخوانية الموجودة على الساحة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن العربي. أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 582 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر من العام الماضي، وسجلت رسميا إصابة أكثر من 13.5 مليون شخص في 196 بلدا ومنطقة بالفيروس
كما تعافى 8 ملايين شخص من المصابين. ما بين انتشار وانحسار، يواصل فيروس كورونا المستجد نشاطه في دول العالم، ويرغم بعض الدول على إعادة فرض إجراءات الإغلاق على عشرات ملايين الأشخاص. وأصاب الفيروس حتى الآن ما يقرب من 13.5 مليون شخص في العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 581,000 شخص، كما تلقي أزمة وباء كوفيد-19 بثقلها أيضا على الاقتصاد العالمي. وفي الولايات المتحدة الأكثر تضررا من المرض، يواصل الفيروس انتشاره في ولايات الجنوب والغرب، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 3.42 مليون شخص، كما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى أكثر من 136,000 وفاة. الأمل بالتوصل إلى لقاح تعزز في الولايات المتحدة مع استعداد شركة أدوية لإطلاق المرحلة النهائية من التجارب السريرية. في الوقت نفسه، سجلت البرازيل إحدى الدول الأكثر تضررا في العالم بالوباء 1,300 وفاة إضافية في الساعات 24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 74,000 وفاة مع 2 مليون إصابة. أما الصين فأعلنت عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم 9 على التوالي. وتلقت اللجنة الوطنية للصحة تقرير عن 6 حالات جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى أكثر من 83,000 حالة. الشيء الأكثر إثارة للخوف هو أن المرض لا يمكن التحكم فيه بشكل جيد، ويمكن تداخله مع أمراض أخرى مثل الأنفلونزا. الهند هي الأخرى تستعد لإعادة فرض الحجر على حوالي 140 مليون نسمة من أصل عدد سكانها الإجمالي البالغ 1.3 مليار في منطقة بنغالور وولاية بيهار الفقيرة. في موازاة ذلك، تتواصل تداعيات انتشار الوباء على المؤشرات الاقتصادية التي تغرق إلى مستويات لم تكن واردة قبل بضعة أشهر. فقد تراجع إجمالي الناتج الداخلي في بريطانيا بنسبة 19% من مارس إلى مايو، في أسوأ انخفاض منذ 300 عام. ودخلت سنغافورة أيضا في ركود مع تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 41% مقارنة مع الفصل السابق. تزامنا، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك إجراء أكثر من 23 مليون فحص معملي للكشف عن فيروس كورونا، حيث سجل المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا 6,000 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 740,000 إصابة. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن تحقيقا سيجرى في المستقبل بشأن تعامل البلاد مع جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن الوقت غير مناسب الآن إذ أن معركة مكافحة التفشي ما زالت مستمرة. وقال جونسون إن إدارته ستسعى لتعلم الدروس من هذه الجائحة في المستقبل، لكنه دافع عن الخطوات التي اتبعتها إدارته في التعامل مع الأزمة، ووصفها بأنها جيدة وأفضل من أي نظام آخر في العالم، مشددا على أن تلك الإجراءات ستلعب دورا حيويا في حماية بريطانيا من موجة الثانية من تفشي الفيروس في الشتاء. والمزيد من المتابعة، ينضم إلينا هاتفيا من روما البروفيسور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. بروفيسور فؤاد، يعني بعد التحية، كيف تتابع تطورات فيروس كورونا، خاصة وأن البرازيل تجاوزت ربما أكثر من 1 مليون إصابة، في حين أن الصين لم تسجل أي إصابات محلية، أو على الأقل هذا ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام الصينية. كيف تتابع بشكل عام تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم بين الانتشار والانحسار؟ مساء الخير للجميع. بالنسبة للانتشار وزيادة الإحصائيات، إحنا موجودين هسه في المرحلة الثالثة للموجة الأولى في إيطاليا وفي أوروبا، وفي دول اللي موجودين في الموجة في المرحلة الثانية، خصوصا في أمريكا اللاتينية والهند
وتقريبا 10 دول اليوم 80% من الإحصائيات موجودة في 10 دول، وتقريبا 50% من الإحصائيات الإصابات موجودين في دولتين، في أمريكا وفي البرازيل آخر أيام الإحصائيات. الفرق في هذه الفترة عن فترة لما كانت في إيطاليا وفي البرازيل وفي إيطاليا وفي إسبانيا وأوروبا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، عدد الإصابات أكثر بكثير تسجل يوميا، يعني وصلنا عدة أيام أزيد من 200 ألف إصابة، وهذا له أسباب عديدة، بس أهم شيء ثلاث أسباب. أولا للأسف الرؤساء الحكومات في أمريكا وفي البرازيل وفي عديد من الدول العشر المهمات لم يخضوا إجراءات في طريقة فورية وصحيحة، وللأسف كانوا متهملين في وضع الكورونا فيروس. بنشوف رئيس أمريكا حط التمامة في آخر يومين لما طلع على التلفزيون، ونفس الشيء رئيس البرازيل، وهذا كان خطأ يعني كإعلام للشعب نفسه في الدولة. في نفس الوقت إحنا موجودين إنه في هاي الفترة فتحوا الحدود بين الدول، وشفنا كثير من الدول رجع فيها إحصائيات مثل إيطاليا. إيطاليا في روما 25 إصابة، 22 من الخارج من بنغلاديش. في كثير من الدول للأسف يستعملون وصل الطبي مزيف عشان يخرجوا من البلاد مثل بنغلاديش. بنغلاديش في أرقام هائلة اللي استعملوها في أوراق مزيفة. إذن وصلت الفكرة بشكل كبير، وأعتذر عن ضيق الوقت. من روما البروفيسور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، شكرا جزيلا لك. أعلنت أستراليا فرض قيود أشد صرامة على التنقل بالولايات الأكثر اكتظاظا بالسكان إذا لم تتم السيطرة سريعا على تفشي مرض كوفيد-19. يأتي هذا بعد أن شهدت أستراليا الأسبوع الماضي تصاعدا في الإصابات الجديدة. في الوقت الذي تكابد فيه السلطات لاحتواء تفشي جديد لفيروس كورونا في جنوب شرق البلاد، صرح رئيس الوزراء الأسترالي بأن بلاده ستقوم بتجديد الإجراءات في حال خرجت ذروة تفشي الفيروس عن السيطرة، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة. ففي ولاية فيكتوريا فرضت السلطات على نحو 5 ملايين شخص حظرا للتجوال لمدة 6 أسابيع، حيث سجلت الولاية 238 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة. في داخل أستراليا شهدنا حالات جديدة في نيو ساوث ويلز، 10 حالات لها علاقة بفندق كروس رودز، ولقد وصف كبير المسؤولين الطبيين باول كيلي الوضع بأنه مستقر، وأن نيو ساوث ويلز استطاعت أن تحد انتشار حالات الإصابة لتقتصر على مصاب الفندق، ونحن نراقب الوضع بيقظة. وسجلت أستراليا حاليا حوالي 10500 حالة إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 111 شخص بعد وفاة حالة جديدة لسيدة تبلغ من العمر 90 عاما. وخص رئيس حكومة فيكتوريا دانييل أندرز أقلية من الناس لتحديهم أوامر الإغلاق، والتي تطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم ما عدا مجموعة قليلة من الأنشطة المسموح بها، محذرا من أن القيود سيتم تمديدها. إذا لم يلتزم المواطنون ويقومون بالتصرفات الصحيحة سننتقل إلى تشديد القيود، ويحتمل أن نطيل فترة تشديد الإجراءات. لا أحد يريد ذلك، لا أحد يريد هذه الحالة بسبب اختيارات القلة. أغلب سكان فيكتوريا يرفضون أن تستمر هذه القيود المحبطة أكثر مما ينبغي. كانت السلطات الأسترالية قد أمرت الحانات في سيدني بتشديد القيود على أعداد روادها في أعقاب تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في أكبر مدينتين في البلاد، وطلبت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز من الحانات عدم استقبال أكثر من 300 شخص وتكليف موظفين أمنيين بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بعد سهرة لم تطبق فيها إجراءات الوقاية في حانة في جنوب غرب المدينة أثارت مخاوف من موجة ثانية من الوباء.
أعادت هونغ كونغ فرض إجراءات مشددة للتباعد الاجتماعي وأغلقت العديد من المتاجر وجعلت وضع الكمامات والأقنعة الواقية إلزاميا على وسائل النقل العام، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا. وشهدت المدينة تسجيل أكثر من 200 إصابة محلية خلال الأسبوعين الماضيين، ما أثار مخاوف من انتشار جديد للوباء بالمدينة. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. ترامب ينهي المعاملة التفضيلية التي كانت تمنحها بلاده لهونغ كونغ، وبكين تتوعد بالرد. والآن مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع زميل محمد عبد الحكم. إليك حكم. شكرا لك يا أمل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية، أبرز ما فيها. وزارة التضامن تعلن صرف 95 من معاشات شهر يوليو بقيمة إجمالية تتخطى 14.3 مليار جنيه. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج الانتهاء من صرف 95% من إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي عن شهر يوليو. وأوضحت الوزيرة أن القيمة الإجمالية للمبالغ المنصرفة تصل إلى 14.3 مليار جنيه لعدد 8.7 مليون صاحب معاش. وأكدت الوزارة أنه استمرار لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا، فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تواصل اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية والتي تضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف. كشف المجلس التصديري للحصلات الزراعية عن تراجع طفيف بقيمة صادرات القطاع خلال الفترة من سبتمبر من عام 2019 إلى مايو من عام 2020 لتسجل نحو 1.8 مليار دولار بتراجع قدره 3.6% عن نفس الفترة من الموسم التصديري 2018-2019. واستحوذت الدول العربية على 42% من قيمة صادرات الحاصلات الزراعية بنحو 627.3 مليون دولار، واستحوذت صادرات الموالح على 42% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية بنحو 1.4 مليون طن، وبقيمة تصل إلى 695.5 مليون دولار. بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع محافظ الوادي الجديد آليات تطبيق طرق الري الحديثة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد عبر خاصية الفيديو كونفرنس بمشاركة القيادات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والري. وناقش الاجتماع إمكانية تحويل مساحة 175 ألف فدان طروة بالغمر بالوادي الجديد إلى الري بالطرق الحديثة، كما تم مناقشة كيفية وسرعة تحويل الآبار المتبقية التي تعمل بالسولار بالوادي الجديد إلى التشغيل بالطاقة الشمسية. عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع استخراج الأملاح ببحيرة قارون، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وإعادة إحيائها. وأكدت وزيرة البيئة أن تنفيذ مشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون يعد نموذجا حقيقيا للتوافق بين الهيئة والاستثمار، وأن حماية البيئة لا تتعارض مع الاستثمار بل هو أساس لتعظيم الفوائد على المستوى القومي. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء تحت ضغط من عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب، وتقلص رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 15 مليار جنيه ليصل إلى 580.6 مليار جنيه بعد تداولات كلية تصل إلى 1.8 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيج إكس 30 بنسبة 2.3%، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيج إكس 70 بنسبة 3.8%، ونزل مؤشر إيج إكس 100 بنسبة 3.7%. نهاية الوقفة الاقتصادية، نعود من جديد إلى زميلتي أمل نعمان. إليك أمل. شكرا لك حكم. أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعاملة التجارية الخاصة التي كانت تمنحها بلاده لهونغ كونغ، كما فرض عقوبات اقتصادية على بنوك صينية على خلفية فرض بكين قانون أمن قومي على المدينة. من جهتها، نددت الخارجية الصينية بشدة بالتحرك الأمريكي بشأن هونغ كونغ، وتوعدت باتخاذ الإجراءات الانتقامية اللازمة لحماية مصالحها المشروعة. في خطوة تصعيدية إزاء الصين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء المعاملة التجارية الخاصة التي كانت تمنحها بلاده لهونغ كونغ. كما أعلن ترامب توقيع قانون يفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين وبنوك صينية على خلفية فرض بكين قانون أمن قومي على مدينة هونغ كونغ، معتبرا نفسه الرئيس الأمريكي الأشد حزما في التعامل مع الصين. هونغ كونغ الآن ستعامل مثلها مثل الصين، لا مميزات خاصة، لا معاملات اقتصادية خاصة، ولا تصدير لوسائل التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى فرض تعريفات جمركية ضخمة على الصين في خطوة تعد الأولى من نوعها. الصين دفعت ملايين الدولارات إلى الولايات المتحدة في صور تعريفات جمركية، وقد وجهت جزءا كبيرا منها إلى المزارعين. من جهتها، عارضت الخارجية الصينية بشدة الإجراء الأمريكي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها المشروعة، وستفرض عقوبات على الأفراد والكيانات ذات الصلة في الولايات المتحدة. وأكدت بكين أن التحرك الأمريكي يعد تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية الصينية وانتهاكاً للقانون الدولي وأعراف العلاقات الدولية، وأن سن قانون حماية الأمن القومي في هونغ كونغ يخص الشأن الصيني الداخلي ولا يحق لأي دولة التدخل فيه. وخلال العقد الماضي، شهدت هونغ كونغ موجات متعددة من التظاهرات، إلا أنها اتخذت حجماً غير مسبوق العام الماضي، حيث استمرت 7 أشهر متواصلة وتخللتها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وانتهت بفرض بكين الشهر الماضي قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في خطوة تجاوزت فيها صلاحيات البرلمان المحلي للمدينة. أعلنت الوكالة الإيرانية للأنباء اشتعل نيران ب7 سفن على الأقل في ميناء بوشهر بجنوب إيران، مشيرة إلى أنه لا توجد ضحايا جراء هذا الحادث. ويشار إلى أنه منذ أواخر شهر يونيو الماضي وقعت عدة انفجارات وحرائق بالقرب من منشآت عسكرية ونووية وصناعية في إيران. نشرتنا متواصلة معكم، ونتابع فيها بعد الفاصل استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة درجتك صحتك. والآن مع أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة ومن جديد مع زميل محمد عبد الحكم. لك حكم. سلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 1000 درجة هوائية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة درجتك صحتك، والتي تدعمها وزارة الشباب والرياضة إلى المواطنين، وذلك بمركز شباب الجزيرة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأنشطة الرياضية. درجتك صحتك مبادرة تتبناها وزارة الشباب والرياضة لتسليم 1000 دراجة هوائية للمواطنين بأسعار مدعمة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة. شهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تسليم المرحلة الأولى من المبادرة، حيث أكد على أهمية الدرجات في تحسين اللياقة البدنية والصحية، بالإضافة إلى كونها وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة. رسالة أهمية ممارسة الرياضة، دور وزارة الشباب والرياضة وأهدافها واستراتيجيتها بشكل كبير جدا. العجلة وسيلة سهلة إن إحنا يبقى عندنا عجلة بتكون موجودة في البيت، تتركن تحت البيت،
العجلة وسيلة للانتقال للشغل للمدرسة للجامعة، العجلة وسيلة صحية بشكل كبير جدا جدا جدا، أنا بتكلم يعني جزء من التخصص ما عندي يعني. العجلة كمان بتوفر فلوس في الجيب. ووفقا للأسعار والمواصفات التي أعلنتها الوزارة، فهناك نوعان من الدراجات، الأول الدراجة الجبلية وتصلح للطرق غير الممهدة، والنوع الثاني السريعة وهي مناسبة أكثر للطرق الممهدة. وزارة الشباب والرياضة تعودنا نقدم الدعم للشباب في صورة أنشطة وخدمات، يمكن أول مرة ندعم أداة رياضية ونطرحها للناس، ودي فكرة جديدة احنا يعني بنتبناها في وزارة الشباب والرياضة بقيادة أستاذ دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإن شاء الله ناويين إن احنا نتوسع فيها بشكل أكبر الفترة الجاية. يمكن طرحنا التسجيل أونلاين وعلى خلص بعديها على طول بدقائق يعني 1000 دراجة، وإن شاء الله المرحلة الجاية بنكبر ونعظم من الفكرة إن شاء الله عشان نرضي كل شباب مصر. أنا عرفت أولا المبادرة من خلال السوشيال ميديا، أحد الأصدقاء بعت لي اللينك وعملت ريجستريشن، والحمد لله لحقت دراجة. إن أنا عرفت بعد كده إن الإقبال كبير جدا. أنا عرفت طريق المبادرة ده من عن طريق النت، واللي شجعني كده أكتر وأكتر الرئيس طبعا بنشوفه كل يوم ماشي بالدرجة بتاعته. ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة بعدد أكثر من الدرجات بعد الإقبال الكبير على درجات المرحلة الأولى، على أن تكون الهيئة العربية للتصنيع المنفذ الخاص بالمرحلة الثانية. ندى إبراهيم، النيل. وختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. مجلس النواب الليبي يدعو القاهرة إلى اتخاذ ما تراه لحفظ الأمن القومي للبلدين. حزب النهضة في تونس يقرر سحب الثقة من حكومة الفخفاخ بسبب شبهة تضارب المصالح. وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 582 ألف حالة، وعدد من دول العالم تعاود إجراءات الإغلاق من جديد. نهاية بانوراما نيل التي أتيناكم بها من قناة نيل الأخبار من قلب القاهرة ومنها لكم كل التحيات.